طيب المرة اللي فاتت شباب إذا بتتذكروا بنينا داتابيز اللي هي الكومباني داتابيز، هي موجودة في سيرفر إكسبلورر، وأضفنا فيها تيبل اللي هو الإمبلوي، تيبل الإمبلوي أوكي، وبيحتوي على مجموعة فيلدز. اللي عملنا إحنا المرة اللي فاتت إنه سحبنا اللي هو الداتا جريد فيو فاضي، وإحنا حددنا السورس اللي إله، أوكي؟ يعني ما عملنا زي المرات اللي قبل إنه بس دراج ودروب وهو عبالي إياه وعمل هذا الكود لحاله، لا، إحنا اليوم إحنا نعمل الكود. فبلشنا المرة اللي فاتت في الأد، تمام؟ وشفنا كيف بالأد أنا بنيت جملة الإنسرت كاملة، تمام؟ اللي هي الإنسرت لهذا التابل، فأنا بدي أضيف فعلياً، إحنا هنا افترضنا إنه إحنا بدنا نضيف كل الكولومز اللي موجودة في التابل، دخلي اليوزر دخل لي كل المعلومات هاي، أوكي؟ ودخل لي إياها في التابل لما أعمل الأد. طبعاً حكينا في البداية إنه في عندي هون بعمل new connection مع database، تمام؟ بعمل new connection مع database وجبنا ال string أو ال connection string، جبنا وقتها إذا تتذكروا من نفس database، أوكي؟ ال property لإلها هيها، تمام؟ في عندي هنا إشي اسمه connection string، جبنا هذا ال string من هون. طيب، وبرضو من الشغلات اللي حكيناها إنه أنا مجرد ما أضفت source على ال data grid view راحوا لحاله أنشأ هذا الإيفنت هاندلر اللي هو فورم 1 لود، تمام؟ على أساس إنه أول ما يعمل لودينج للفورم على طول بيعمل فيلينج للداتا جريد فيو من الداتا سيت الموجودة عندي. طيب خلينا نكمل بالكود، إحنا ما عملنا لسه إشي، إحنا فعلياً كتبنا جملة الإنسرت بسترينج لكن فعلياً لسه ما بعتناها، تمام؟ يعني إحنا فتحنا قناة الاتصال أو عملنا كونكشن بيننا وبين ال عملنا الكونكشن بس لسه ما عملنا اوبن لإلها، وعملنا السترينج، تمام؟ هلا هون ايش اللي بدي اعمله؟ بدي هذه الجمله، هاي جمله الاس كيو ال انسرت، بدي اعرفها از ا كوماند، يعني هاي مش عباره عن جست ا سترينج انا بدي ابعته، لا، انا بدي ابعته از ا كوماند ثرو ذا داتابيز. ففي عندي كلاس اسمه اس كيو ال كوماند بهذا الشكل، تمام؟ بعرف فيه الكوماند اللي بدي اياها، مثلا cmd على سبيل المثال new sql command، وببعت لها ايش بدي ابعت؟ بدي اقول له انه هاي جمله الانسرت او هذا السترينج اعتبره هاي الكوماند اللي بدي ابعتها، هذا الامر انا بدي ابعته على sql عن طريق الكونكشن cn اللي انا عرفته فوق، تمام؟ يعني هون انت عرفت كوماند جديده، امر بدك تبعته لل sql، هذا الامر لن ينفذ هون بال سي شارب، هيتنفذ على الاس كيو ال سيرفر، اوكي؟ بعثت له الامر اللي بدي اياه عن طريق اس كيو ال اللي هي السترنج اللي انا بنيته قبل شوي او بنيناه المره اللي فاتت، وحكيت له ابعث لي هذا الكوماند عن طريق هاي الكونكشن، اوكي؟ لانه ممكن انا بنفس البروجكت اشبك مع اكثر من داتابيز، باي ذا واي ماشي الحال، بقدر اعمل اكثر من كونكشن، فانا هنا عملت كونكشن مع هاي الداتابيز. طيب هلا اوكي بعثت الكوماند عن طريق هاي الكونكشن، بس الكونكشن لساتها كلوز، سو اي هاف تو اوبن ات، فبعمل cn اللي هو الفاريبل اللي عرفته هون دوت اوبن عشان يقول لي يلا هي القناه صارت جاهزه وبقدر ابعت عليها الكوماند اللي بدي اياها. خلص الكوماند هلا فعليا عن طريق cn صارت واصله اس كيو ال، هلا بدي اقول له ايش؟ نفذ لي اياها، تمام؟ كيف بنفذها؟ باجي على الكوماند هاي اللي انا انشاتها قبل شوي cmd هذه عشان عملت sql command، بقول له هاي الكوماند هلا اعمل لي الها execute، بستخدم execute non query، تمام؟ هذا الامر بنفذ لي الكوماند، وين بنفذ لي اياه؟ بنفذ لي اياه على الداتابيز، اوكي؟ بنفذ لي اياه على الداتابيز، بعدين ممكن اعطي مسج على اساس انه احكي لليوزر انه انا عملت او اضفت اللهم صل على محمد اضفت نيو ريكورد، فباجي هون بحكي له مثلا مثلا ريكورد او نيو ريكورد از ادد او نيو امبلوي عشان تكون الشغله مور بروفيشنال از ادد سكسسفولي، تمام؟
وحبيتوا تحطوا أي تفاصيل تاني للمسج you can do it. يعني مثلا ممكن نعمل هنا success مثلا سميها and so on. حطوا اللي بدكم إياه في المسج. تمام، حبيت يعني أنا مثلا نحط إيش مثلا، هي أصلا فيها أوكي بس خلص، إذا حبيتوا تحطوا فيها أي تفاصيل أنتوا حرين. تمام، خلينا نشوف هنا شو اللي حيصير عندي بالضبط. أوكي، لما أعمل أنا run إيش حيصير عندي؟ مفروض هنا إنه يعمل إيش، يعمل لي الإضافة. فلو جيت هون بدي أضيف مثلا هي رقم 3 أسمي مها هنا job title على سبيل المثال IT مثلا programmer أو أي programmer. تمام، قديش السالري تبع البروجرامرز هالأيام؟ خلينا نعتبر إنها جديدة. Add new، هي new employee is added successfully. طيب هلا عند أعمل أوكي ما بين عندي إشي، هل يا ترى it is added or not؟ أوكي، طب تعال نعمل run، هي حلاقيها موجودة. معناها هنا في عندي مشكلة، المفروض أنا مجرد ما أضفت الإمبلوي أنا بدي ينعكس هيك قدام اليوزر شوف إنه أنا أضفته فعليا. متذكرين شو حكيت لكم المرة اللي فاتت؟ قلت لكم إنه هاي الجملة اللي بتعمل ريفرش اللي أضاف لي إياها لحاله في البداية، في بداية الفورم لود، هاي بتعمل ريفرش لمين؟ للداتا جريد فيو. فأنا هاي الجملة بدي إياها تظهر على طول، يعني بدي يعمل ريفرش بعد ما يعمل الآد. أنا هيني أضفتها هون، بعد ما يعمل الآد بدي إياه يعمل ريفرش. وفي شغلة نسيت أحطها وهي مهمة باي ذا واي، سبيشلي لو أنت تبعت أكثر من كوماند على الداتا بيز بنفس البروجكت، اللي هي لازم بعد ما تخلص تيجي تعمل كلوز للكونكشن. تمام؟ لأن لو رجعت مرة تانية مثلا بدك تعمل أبديت ورجعت تعملها أوبن مرة تانية حيقول لك it's already opened. فأنت المفروض خلص كل ما تعمل كوماند معينة تعمل أوبن بتنفذ الكوماند بعدين تعمل كلوز للكونكشن. أوكي؟ فنعمل رن هلا، نضيف واحد جديد هي 4، نحط هنا هي منى برضو بروجرامر مثلا هنا again add new employee. لاحظ هي بعد ما طلع لي إنه new employee is added successfully هي على طول عمل refresh وأضاف لي the new employee. تمام شباب؟ طبعا منطقيا بعد ما أضيف الـ employee مفروض إنه يفضي لي هاد. تمام، فأنا ممكن إنه أجي هون ممكن أعملها بميثود لحالها وأناديها، يعني مثلا هون على سبيل المثال بقدر أعرف private let's say void clear text. هنا أفضي في كل text one dot clear إن شاء الله إني أناديهم بلش الغلبة يعني. يعني في أي وقت بحتاجهم تقدر تعمل clear هنا. فبهاي الحالة again لو بدك تضيف أي واحد جديد هاي 5 محمد HR مثلا هاي لاحظوا مجرد ما أضاف لي إياه أوكي تمام. شو اللي ما عملته أنا هون؟ شو اللي نسيته؟ ما ناديت الفانكشن. يس ما ناديت الفانكشن exactly. فالمفروض هنا أجي أنادي الفانكشن شكل هي 6. شو طلع لنا؟ بخلصوا الوظائف في الشركة. هي عادي تاني مثلا job titles هي شو عندي مثلا ألف. أوكي تمام، هاي شايفين هاي فضل إياها بهذا الشكل. تمام تمام هيك. طيب أنا ليش فضيته؟ علشان اليوزر ما يضل كل شوي يسكر ويعمل run، لا خلاص بيقدر يضيف أكثر من ريكورد بنفس الرننج يعني. طب خليني هلأ أبلش أعمل errors. أوكي أنا هلأ لحد الآن أنا كنت كتير ملتزمة بموضوع الـ ID إنه ما يكون فيه تكرار، ملتزمة إني دائما حاطة name الجوب تايتل السالري إلى آخره. خلينا نشوف إذا بدي هون مثلا على سبيل المثال أكرر ID. تمام، بدي أحكي له هون مثلا أي شيء حيضرب معي أكيد أصلا. تمام، وباجي بقول له هون add new employee
Okay, yeah, go ahead. طبعاً ضرب معي exception, okay؟ ما أعطاني مسج هيك محترم يقول لي إنه في عندك مشكلة. ماشي الحال؟ ضرب exception, وهذا الإكسبشن لاحظ SQL exception. طب إيش اللي صار معي؟ تعال هنا أنت كديفلوبر تيجي بتشوف تفهم أنت شو اللي صاير. بقول لك هنا violation of primary key constraint, إنه في عندك primary key أنت حاطه على هذا التيبل صار له violation. شو يعني violation؟ إنه أنت ممكن تكون كررته أو تركته فاضي, تمام؟ فأنا فعلياً كررته, فهون cannot insert duplicate key in object, إنه بهذا الأوبجكت ما بتقدر تحط duplicate key. طيب إيش في كمان أخطاء ممكن الواحد يوقع فيها؟ أخطاء تانية اللي هي مثلاً حطيت أوكي هون سبعة. نعم؟ data type غير. Yes, ممكن data type غير, أو ممكن مثلاً الname عندي أنا not null, تركته فاضي زي هيك. شو حيعطيني برضو حيطلب. ليش؟ استنى شوي. مش أنا حطاه not null كنت في التابل ولا يكون لا. ليش شوي تكتب الله. دكتورة لو حطينا try and catch بصير drop exception. طبعا ما بتحط try and catch عشان توصلكم لهون لهي المرحلة. بس وين التيبل؟ مش أنا بقدر أجيب. راح على data source. أوكي هي هون. هي name not null ليش ما ضرب معي؟ غريب. اوكي اطلع على الانسرت قولوا لي ليش ما ضرب معي. هلا المفروض شباب انه الامبلوي نيم تمام انه نت نال اوكي, بس هو فعليا ما ضرب. يعني انا ما حطيت ما اضفت انا نيم بس ما ضرب معي. اطلعوا على الانسرت قولوا لي ليش ما ضرب معي. ليش ما قال لي انه النيم لازم يتدخل؟ ليش اعتبر انه انا كاني بعثت له اياه النيم؟ طلع جمله الانسرت وقولوا لي شو الشيء اللي صار هون وخلاه يعتبر انه كاني انا دخلت النيم. اعتبره فاضي, اعتبره امتي سترينج. يس امتي سترينج بالضبط. هلا احنا لو بدنا نبعث شيء نل بالانسرت, اذا متذكرين شو حكيت لكم, قلت لكم نكتبها نل. اذا بدي ابعث شيء انه يكون ميسنج فاليو بكتبها نل بجمله الانسرت. لكن هون شو اللي صار؟ لما اجي ادخل النيم لاحظوا النيم اصلا محطوطه بين سنجل كوتيشن, حتطلع بين سنجل كوتيشن. فلو انا التكست بوكس 2 تركته فاضي تمام, فشو اللي حيصير فعليا؟ حيضرب معي او مش حيضرب سوري حيبعث له اياه امتي سترينج عادي. يعني اتس ا فاليو بالاخر, هو اعتبره فاليو علشان هيك اصلا طلع لي اياه بهذا الشكل, عشان هيك موجود. اوكي ما في مشكله انه اوريدي موجود. طيب هلا هاي ممكن احنا نحلها, بس انا بديش اضيع وقت فيها. ممكن انتم تحلوها ب يعني ممكن تعمل انت مثلا على سبيل المثال هيك ميثود لحالها تعمل تشيكينج للديتا. يعني انت تتاكد اليوزر دخل نيم ولا لا, يعني بإف ستيتمنتس عاديه تتاكد هو دخل النيم ولا لا, دخل مثلا اللهم صل على محمد ايش الاشياء المطلوبه, الجوب تايتل مثلا دخله ولا لا, and so on. يعني انت بتقدر تعمل تشيك أو validation بميثود لحالة وتتأكد منها قبل ما تبعت الـ SQL insert, قبل ما تبعت جملة الـ insert. إذا في أي مشكلة ما بتبعتها, تبعت مسج لليوزر تقول له لا دخل لي الاسم, أنت ما دخلت لي اسم الموظف. لما يدخلك الاسم ترجع بتشيك عليه وبتقول له أوكي. طيب خلينا نغلط غلطة أخيرة بس هنا في حال إنه again تدخل هي اسم وأجي هون بدل الرقم بدي أعطيه ايش؟ بدي اعطيه كاركتر, يعني بدي اعطيه داتا تايب مختلف زي ما حتى نصل قبل شوي. هون المفروض انه يضرب لاني انا مش حاطاه بين سنجل كوتيشن صح؟ الرقم الاخير السالري مش بين سنجل كوتيشن, بده ياخذه از ايش؟ كرقم. فهون قال لي invalid column name. يس هلا شو اللي صار فعليا؟ هو لما شاف الاي اي هذه اوكي هو ما تعرف عليها اصلا از سترينج لانها مش محطوطه بين سنجل كوتيشن. لاحظوا حتى المسج اعطاني اياها invalid column name, هو فكر انه هاي الاي اللي انا بعتها is an identifier لانها مش بين single quotation. يعني ما اعطاني انه مثلا انه في غلط في الادخال انك دخلت لي string بدل ما تدخل number, لانه فعليا ما اخذها as a string لانها ما في هنا انا مش حاطه single quotation, فعشان هيك
أعطاني إيرور تاني. طيب هلأ هاي الإيرورز أنا ما بقدر إنه والله كلها أمسكها، يعني خلينا نحكي يعني هاي الإيرورز أنا بدي أفترض إنه اليوزر يدخل من غير مشاكل، تمام؟ بدي أفترض إنه اليوزر عارف شو الداتا المفروض يدخلها. فإيرورز زي هاي فعلياً مش السي شارب اللي مسكها، اللي مسكها الإس كيو إل هون، أنا دائماً كانت تضرب هون. فأنا ممكن أعمل try and catch في البداية، هاي try، وأحط هذا الحكي كله في أشياء هلا حنقولها، وباجي بهون بقول له catch أعطيني إيش الإيرور مسج اللي طلع معي. فبدي أعرف هنا exception مثلاً EX، أشوف شو الإكسبشن اللي ضرب، وأجي هون أعطيه مسج بوكس عادية. هاي مسج بوكس يعني إذا اليوزر ما فيهم على الأقل أنا بفهمها، بس وين الفكرة؟ الفكرة أن اليوزر يعرف أنه في مشكلة بس ما تعطيه runtime error. دون ما يضرب. بالضبط ما حيضرب، بيقدر عادي بيقدر يعمل يرجع يكمل إدخال مرة تانية، ممكن هو يفترض إيش الغلطة عنده يعني. شو بدي أحكي هنا؟ error entry مثلاً بغض النظر شو هي، تمام؟ بس في نقطة أخيرة قبل ما نعمل run. هلأ لاحظوا هون error entry، خلينا هون نحكي هيك، بدي أطلع له المسج نفسها. فبدي أقول له هون EX هذا الإكسبشن اللي ضرب، تمام؟ أنا بقدر أسترجع المسج تبعته، يعني شو المسج اللي إجتني من الـ SQL بقدر أعرضها، بس بعرضها بطريقة زي ما قلنا من غير مش runtime error، تطلع له كمسج. هلأ لاحظوا هون شغلة، لنفرض أنا شغالي هون عادي، تمام؟ وعملت execute non query وضرب معي exception، طبعاً حينط عن هدول كلهم، حيعملهم skip ويروح على الكاتش يقول لي إنه شو مالها؟ إنه عندك مشكلة، بس شوفوا شو حيصير معي. هلأ هون again بدي أدخل لساي أي، بدي أكرر هذا الرقم، أكرر الاي دي، بيضرب معي الاي دي، تمام؟ راح أعطاني مسج، شو حكى لي؟ مسج عادية شايفين؟ وإذا اليوزر شوي عنده خبرة بالاي تي حيفهم هون cannot insert duplicate key في الامبلوي إنه أنا عندي هون تكرار. طيب لاحظ لو إجا هون غير حطها هاي 8 على أساس إنه يتفادى هذا الخطأ اللي صار قبل شوي وعمل add مرة تانية ضعفه، أوكي والمفروض ما يضيفه. طيب هلا كانت تطلع عندي هاي الايرور زمان، ما بعرف ليش ما طلع هون. هون لاني ما كنت عامل كلوز، لما ضرب اول مره ما عمل كلوز، ماشي؟ فكان زمان انه ما بعرف ليش هلا ما طلعت بصراحه، بعرفش، المفروض إن نفس الفيرجن. فكان زمان ايش بيعمله؟ انه لما يعمل اوبن مره ثانيه للشانل، تمام، بيقول لي انها اتس اوريدي اوبند، بس ما بعرف شو اللي صار، يعني انا ما بتذكر اني انا غيرت عليه هذا الفيرجن يعني. فأنا عادة شو كنت أعمل؟ كنت أحط الكلوز علشان أتفادى هاي المشكلة اللي ما طلعت قدامكم، تمام؟ كنت أحطها هون. في عندي أنا بالtry and catch في عندي another clause ما بعرف إذا بتعرفوها، بس حلو إنكم تعرفوها، اسمها finally. الفاينالي هاي تنفذ بجميع الأحوال. شو يعني بجميع الأحوال؟ يعني سواء عملت try أو ضربت معك، يعني خلصت try كاملة بتروح على finally بتعمل close، تمام؟ اوكي هلا بشوف هاي ليش غلط، بس anyway بس اخلص التراي كاملة، تمام، بروح على الفاينالي بيعمل كلوز. او اذا ضربت معه هون التراي في عندي مشكلة هون واضطر يروح على الاكسبشن، برضو حينفذ الفاينالي. فالفاينالي هي عبارة عن كلوز تنفذ في جميع الاحوال، سواء مش طبيعي بالهون بهاي الجمل من غير مشاكل، او لو ضرب معه اكسبشن. هلا هاي ليش ضربت دكتورة؟ لانه فوق انت عرفتي كلوكال فاريبل جوه التراي. بالضبط، فهنا بس هو هون نعتبر هذا بلوك لحال وهذا بلوك لحال. فهنا the name cn does not exist in the current context، يعني هذا سكوب تبعه اختلف، فانا بس احتياطا او عشان يشوفها يعني بحطها قبل التراي، مش مشكله في الكونكشن حطوها فوق، المهم في تنفيذ الداتابيز انه ما يضرب معي. اوكي تمام، هذا الكود كاملاً تبع مين؟ تبع الانسرت. هذا عنده أي سؤال لهون؟ دكتور أنا أول ما بلشتي ما كنت مركز معك، هتطلعي بكير أنت؟ احتمال معلش يا نصر أجلي إياها لأنه أنا لازم أروح الجامعة عطول هلأ، وبدي عندي محاضرة على 11.
فيا دوب بدي لحق اوصل احضر حالي للمحاضره اللي بعدكم. لا لا ما في اي مشكله، بس انا لانه ما سمعتك ما لا ولا يهمك. طيب لهون تمام شباب، انا مش هطلع هلا يعني بلسم المحاضره باولها. اوكي هاي بالنسبه للانسرت ماشي. هلا نفس الحكي انا هذا بقدر اعمله بالنسبه للابديت. هلا بالابديت مثلا ممكن يوزر يجي يختار على سبيل المثال لنفرض انه قال انا بدي اعدل على هذا. في شغله انا وريتكم اياها على فكره بالانسرت، خليني اوريكم اياها بعدين نشوف الابديت. لنفرض انا بدي اضيف شيء جديد تمام، هي 9 بدي اجي هذا اقول هنا اسمه مثلا عبد الله، كتبته بالعربي، والجوب تايتل مثلا مدير مبيعات ماشي، والسالري whatever. اوكي وجيت قلت له add new employee، شوفوا شو طلع عندي هون. طلع عندي العربي ما تعرف عليه، لما بعت له العربي انا عندي بتكست اوكي، وراح ال SQL ما تعرف عليه. مع انه اذا بتتذكروا شو حكيت لكم انا لما بنينا ال لما بنينا الفورم، لما بنينا سوري الداتابيز، وين هالداتابيز؟ انه الانفار بتاخد عربي. ايوه قلنا انه الانفار تاخد عربي، يس هي بتاخد عربي، بس لازم بجمله الانسرت نفسها اعمل إشي معين عشان اخليها تاخد العربي. فبدي اعدل شغله صغيره بس بجمله الانسرت قبل كل تكست بوكس فيه تكست. يعني انا هنا عندي هذا التكست بوكس 2 هذا بتقبل اسم ماشي الحال، فقبل ما هون شايفين هنا قبل ما افتح السنجل كوتيشن عشان ادخل الاسم بحط ان. هاي الان هنا اوكي تعني انه هو يتقبل اي كاركتر تاني يختلف عن الانجليش، اوكي كاركترز اخرى او ليترز اخرى تختلف عن الانجليش. وفي عندي كمان هون بدي احطها علشان الجوب تايتل. هلا هاي الان مفروض انها تتقبل اللغة العربية، فلو جيت هنا حطيت له هلا 10 again عبد الله كثير، هاي ضاف لي يا عبد الله بطريقة صحيحة تمام. واضحة هاي؟ عربي ولا كل اللغات؟ والله أنا بعرف إنجليزي وعربي ما جربتش باقي اللغات to be honest يعني. ما بعرف، بس المفروض منطقيا إنه باقي اللغات إنه عادي. يعني أنا الكيبورد عندي ما بكتب مثلاً لغات أخرى، فإذا أنت تحاول نزل فونت مثلاً لغة تانية حاول فيها ممكن يزبط، هو منطقية مفروض أنه يزبط على لغات أخرى تمام؟ طيب واضح هيك الانسيرت شباب؟ هاي بالنسبة للانسيرت. لنفرض هلأ أنا بدي أعمل أبديت، يعني أنا بدي اليوزر، بس طبعاً بالأبديت في شغلة مهمة، أنا ما بدي أعمل أبديت إذا لما أكون عارفة أنا الأبديت على مين بالضبط. يعني اليوزر بدي يقول لي أنه الاي دي اوكي 2 بدي اعدل عليه مثلا. فهون اللي بيصير كالتالي، بدي اضيف هون بتون. دكتور بس معلش وين نحط الان؟ الان بتحطها هون شوف قبل السنجل كوتيشن، مش هي هيك هو السترينج اللي انت بعته صح؟ مزبوط، قبل السنجل كوتيشن بتحط الان، يعني بتكون ضمن السنتاكس ضمن جمله الانسرت اوكي. هو بتعرف عليها الاس كيو ال انه هاي لغه ثانيه او كاركترز مش معرفه ضمن الاسكي، الاحرف العربيه مش معرفه ضمن الاسكي اللي احنا بنعرفه اوكي. وهون نفس الشيء، يعني الاحرف العربيه اي ثينك مرات بعتبرها سبيشال كاركترز، ما بعرف يعني كيف بتعامل معها الكمبيوتر. فانت هون بتحط لها الان، بس طبعا هذا بالشرط. امتى انا بقدر اعملها هاي الحكي او هاي الحركه؟ لما اكون اوريدي معرفه انه الامبلوي نيم والجوب تايتل معرفاهم ان فاركار مش فاركار عاديه. ان فاركار بتقبل احرف اخرى غير الاحرف الانجليزيه تمام، يعني التنتين لازم هدول الشغلتين تكونوا تطبقهم. واضح يا صبحي؟ واضح تمام. هلا هون بدي اعمل ابديت، بدي اليوزر يجي يحكي لي مثلا كالتالي، بدي يجي يقول لي انه عندي هون 2 بدي غير مثلا هو علي حيضل اوكي، بدي يضل علي، بس بدي اغير مثلا الجوب تايتل ل رئيس بدل هيد اوكي، والسالري مثلا بيصير هلا. فهلا لما اعمل له ابديت ما حيتدخل في الاي دي، الاي دي حيكون ايش؟ حيكون عباره عن الوير كونديشن. متذكرين لما اخذنا الابديت كيف تنكتب؟ متذكرينها شباب؟
كتبناها الآن أبديت. لا شفتوها حكولي. هاي تليت هاي الأبديت. تمام. So هنا. أوكي. شايفين هون الأبديت كيف تنكتب؟ أبديت معناها أنا بدي أعدل على ريكورد أوريدي مخزن في الديتا. فبعمل أبديت وبكتب اسم التابل. بعدين set. الست بحدد فيها إيش الكولوم أو الكولومز. هلأ بحالتي أنا بدي أشتغل جنرال، أوكي؟ فأنا هعدل على كل شيء. بأفترض أن اليوزر بدي أعدل على كل شيء، يعني أنه حتى إذا بدوش يعدل يكتب لي نفس القيمة. طبعاً أنت فيك شو تعمل؟ فيك تشيك أنه والله إذا اليوزر إذا معبي النيم معناها بده يعدل على النيم، فبتكتب أبديت مختلفة. مدخل الجوب تايتل معناها بده يعدل على الجوب تايتل، بتكتب أبديت مختلفة. تمام؟ يعني الفكرة يعني ممكن تعملها بإف ستيتمنت وتضبط الأبديت أنت من عندك، بس أنا عشان السرعة هكتبها، هعتبر أنه اليوزر بده يعدل على الثلاثة هدول. طبعاً والآي دي بيضلوا ثابت لأنه أنا الآي دي هو اللي بدي أعتمد عليه في الكونديشن. اتفقنا إذا الأبديت حطيتها من غير كونديشن هيعدل على كل الداتا الموجودة عندي. فأنا هنا بدي أحكي له وير إنه الآي دي بيساوي الآي دي اللي أنا بعت له إياه. فبنكتبها بنفس الطريقة بالضبط. خلينا نذكرها هاي. دكتورة نعم. أعتقد إنه الآي دي لازم نشيله كله وإنه نحط كود يزود وينقص. حسب ممكن يس. ممكن هذا كله إضافات أنت ممكن تعملها. يعني أنا بس الفكرة. الآي دي أفضل مو منطق الواحد يطلع يحط. لا طبعًا. لا طبعًا. وحتى كمان في شغلة يعني ممكن أنت تعمل شيء تعمل هيك تخلي إنه بدك تحط لك إيفنت مثلًا هنا. أوكي بس أنا لأنه هذا مش مطلوب وما حدخلكم إياه إلا يعني إذا أنت حبيت تعمله بتقدر تعمله. إيفنت I think في عندك ما بعرف شو الإيفنت اللي هون هلا بشيك لكم عليها. إنك لو كبست على هذا مثلاً يجي يحط لك إياه هون. تمام؟ فخلص بحط لك الداتا هون بتعدل. ليش تقعد أنت تكتب على كيفك؟ لا هو افرض في عندك هون كتير عندك ريكورد. فبدل ما تكتب وتغلط خلص بس تكبس على ريكورد بروح بحط لك كل الداتا تبعته وتعدل أنت شو ما بدك. يعني هذه كلها أشياء ممكن أنتوا تدوروا عليها وتعملوها. إيش في إيفنتات عندي هون مثلاً؟ ممكن أعطيكم هنت مثلاً. ما جربت بصراحة بس بتخيل إلا يكون في إشي زي هيك. هاي مثلاً سيل كليك. إنك تبست على سيل معينة. إيش في عندك مثلاً؟ غير السيل ما في إشي على التابل كامل. يعني هو مين لي فيك السيل بدك تشتغل على السيلز. هاي في عندك شوف قديش في عندك هنا ايفنتات على السيل. السيل هي وحدة هاي. هاي إذا سيل كل وحدة من هاي المربعات تعتبر سيل أو من هاي الفصيلات يعني تعتبر خلية. فأنت بتقدر على السيل كليك تحدد إيش الريكورد اللي بدك إياه. بس إحنا أجيال ما في وقت إنه ندخل بهاي تفاصيل كتيرة. حلو إنه أنت تنطلق بعدين تتعلم أنت الشغلات الإضافية. خلينا نشوف الابديت. الابديت بدي اجيب انا نفس الكود بالضبط هيو نفس الكود تبع الانسرت بس بدي اعدل على الجمله اللي ابعتها اللي هي هاي بدل SQL insert خلينا نسميها ابديت بس عشان نفرق بالكود. تمام وهون طبعا حتصير هي الابديت اللي بدي ابعتها بهذا الشكل. اوكي هلا هنا هاي الجمله حتتغير. هلا بدل insert بدي أبلش أبني اللي هو إيش؟ بدي أبلش أبني string في جملة update. update زي هاي. تمام؟ فبدي أجي أحكي له update employee اللي هو اسم إيش؟ التابل. تمام؟ والset is a keyword فبكتبها set زي ما هي. هلا لاحظ شو الأشياء اللي بدي أعبيها أنا؟ بدي أعبي اللي هم هدول. أوكي؟ اللي هم يعني الـ ID لا ما بدي أغيره. بدي أغير name job title والسالري. فبدي أتأكد أجي من أسمائهم امب نيم جوب تايتل سالري. أوكي سو برجع هون بقول له set اللي هو امب طبعا مش مشكلة كابيتال وسمول امب نيم بيساوي نفس الفكرة الامب نيم بيساوي بدي أعطيه string اللي هو موجود في تكست بوكس 2. فببدأ ب set بدي أبدأ بسينجل كوتيشن بعدين هون
اعمل له concatenate مع text box 2 الذي يحتوي على النيم الجديد اذا انت عدلت على النيم بلس بدك نسكر السنجل كوتيشن. حبيت اخذ العربي again بتحط له الn هنا قبل السنجل كوتيشن مباشره. طيب بعدين هلا احنا عندنا في شغله ما بعرف انا مكبرتكم اياها ولا لا ما وجدتكم اياها. اذا انا بدي اعمل set لاكثر من كولوم بفصل بينهم بفواصل تمام بفصل بينهم بفواصل عادية. فكيف بفصلها؟ باجي هون بحط فاصلة وبحط اللي هو الكولوم الثاني. ايش عندي غير الامب نيم؟ انا خلينا نجيبهم من هون مش حطاهم هون. اوكي امب نيم جوب تايتل باجي بقول له هون جوب تايتل equals نفس الطريقة n وبفتح شو اسمها هاي single quotation plus text box 3. أنا ننزل تحت بس عشان أوضح text box 3 plus ترجع بتسكر ال single quotation وآخر شيء عندي salary. salary is an integer so فيش داعي أحط له single quotation جوا الكوماند فبحط له هون text box 4.text بهذا الشكل تمام وبس. لا شو اللي ناقص علي؟ طل بدير بالي يكون في فراغات هون. اوكي في فراغ بين الوير وبين اخر جملة انا حطيتها. في الوير بدي احكي له انه الاي دي هو اسمه اي دي يس بدي احكي له انه الاي دي بيساوي ايش بيساوي؟ بيساوي text box 1.text اللي انا دخلته من البداية. ولا كيف انا بدي اعدل؟ انا بدي اعدل على اي شيء انا صح؟ بدي اعدل على هذا الامبلوي اللي الاي دي له كذا تمام؟ وببعث له جملة الابديت. خلينا نتاكد انه بس قبل ما اتاكد من اي شيء جملة الابديت واضحة كيف عملتها شباب؟ تمام؟ لا تمام طيب نعمل ران ونشوف. هلا اجيت حكيت له هلا هون سبيل مثال بدي اغير هون او هاي نفسه علي اثنين بيضلوا علي بالعربي بس بخلي اسمه هون بدي اكتب رئيس مثلا مجلس الاداره او رئيس قسم او تيفر واعطيه هون مثلا هيك 3000 واجي اقول له ابديت تمام باجي بحكي له ابديت طبعا في ريفرش انا حاطه ريفرش قال لي في error. إيش الerror؟ string or binary data would be truncated. The statement has been terminated. ليه؟ هذا كتير شكله. ما وصل 50. ما وصل 50 صح؟ إلا إذا هو معتبره أكتر يعني. طب ناخد رئيس بس لحالها. هي طبعا هاي ما غيرتها انا new employee is added successfully لا لازم احكي انه updated شكله لانه عربي يمكن العربي بياخذ اكثر من حجم الانجليزي ما بعرف فانيوي هي اوكي عربي دكتوره ملعون العربي شايف لك باللغات البرمجه لو سمحت تحكيش عن العربي تحكيش عن العربي بس هاي شايفين شو عملوا بس في شيء غلط هون لاحظوا شوفوا هون كيف عبالي system.windows.forms ليش هيك عبا دكتورة غالبا yes. العربي ما ياخذ 2 بت مو بت واحد مش زي الحرف العربي قصدك 2 بايت مو بايت قصدك لانه حرف الانجليزي بياخذ 1 بايت فالعربي بياخذ شكله اكثر بس حتى اذا لاحظتوا الادخال دخل غلط شوفوا كيف دخل لي اياه system.windows.forms.textbox ليش هيك دخل لي اياه جربي عيد دكتورة يعني شوف كيف مرة تانية لو بدي هذا ليش هذا بروجرامر قول عادي يعني لو اجيت هون مثلا عند ثلاثة هاي مها قلت له خليها مها ديها مبرمجة مبرمجة بطلت اعرف اكتب مبرمجة تمام والسلري زي ما هو هي ابديت هي مها زبطها بس ليش هاي لا اوكي ليش هاي لا لا هيني حطيت هاي انا طيب ما في مشكله اوكي شوف الغلطه اللي غلطتها يلا حد يعرف شو غلطت انا غلطت غلطه فادحه تكست بوكس 3 بدل تكست بوكس 3 دوت تكست يس هلا هون عشان هيك بقول ماله بعطيني تكست
معطيني شايفين شو اعطاني اياه هنا؟ اعطاني اسم اوبجكت، هذا اعطاني اسم اوبجكت كامل، بقول شو هذا انا، تمام؟ لانه فعليا انا بعت له اوبجكت، وهو الاوبجكت انت بتعرفه انه بقدر احوله لسترينج، بس شوف شو اعطاني، اعطاني الاوبجكت كامل وايش قيمه التكست اللي فيه. لا انا ما بصير هيك، نحن جربنا نغير معها يعني الاسم غيره صح، بس المشكله كانت في الجوب تايتل. سو اذا بدي ارجع اغيرها هاي اضبطها، خلينا نرجع على ما هنضبطها هنا. وهون بدي احكي له مبرمجه العربي. عليه شغل كتير على فكرة، وهو ممكن أصعب من الإنجليزي، بس كتير صار الناس يعني خلص إنه يشتغلوا عليه. وبعدين مش بإيدنا يعني، هلأ أنت بدك تعمل أي أبليكيشن بدك تشغله في الأردن أو في أي دولة عربية، ما في it's not an option إنه يكون بس إنجليش، لازم يكون بالإنجول، لازم يكون بالإنجليزي وبالعربي. فالعربي مهم كتير إنك تلاقي طرق إنك إيش تخلي شغلك. يعني أنا بتذكر زمان لما كنا نشتغل، قلت لكم كنت اشتغلت على أوراكل ديفلوبر زمان، فكنا نفس الشاشة هاي تمام، نكون مصممين هدول مثلا، هدول ايش، هدول ليبلز صح، بكون حاطة ليبلز، الليبلز هدول بكون حطاهم في بروبرتي معينة في التكست تبع الليبل، مثلا بيكون بالانجليزي اوكي، بيكون في بروبرتي تانية ناسي شو هي، بروبرتي تانية بتكون زي دومي بروبرتي اوكي، نحط فيها الترجمة بالعربي تمام. يعني يكون عندي التكست اللي مبين اي دي، وفي بروبرتي تاني تابع على هاي هذا الليبل تكون مثلا رقم الهوية او الرقم تمام، او هون الاسم. في بداية لما اعمل رن اليوزر بيكون مختار ايش اللغة اللي بده اياها، فاذا كان مختار انجليش بضل هالتكست زي ما هي، اذا كان مختار العربي بيكون في ميثود جاهزة بتتنفذ في البداية، بتروح بتغير كل أسماء الليبلز الموجودة عندي تقلبها إلى عربي. فهي مثلا الشغلات كنا نعملها عشان يكون السيستم تبعتنا بلينجوال، ها فيها لغتين إنجليزي وعربي، وهي كتير ضرورية، مش الكل هون بيشتغل على الإنجليزي. مرات كتير يعني، هلأ أنتوا في أكيد تعرفوا ناس مثلا نزلين الفيسبوك عندهم بالعربي، نزلين كتير أبليكيشنز عندهم بالعربي، خلص مش متعودين يتعاملوا مع الإنجليش. فلو هذا الأوبشن مش موجود، كان الفيسبوك ما انتشر، كان كتير أبليكيشنز ما انشهرت إذا أوبشن تغيير اللغة مش موجود في نفس الأبليكيشن. طيب صفي علينا إن شاء الله المرة الجاي. بدنا نعمل كالتالي، بدنا نضيف كبسة الديليت، وبدنا نعمل سيرش. السيرش بده شوية تركيز، الديليت زي ما هي بالضبط هيك، بس بشيلها وبغير هاي، يعني ما حغير شيء. السيرش بدها شغل. السيرش شو يعني؟ يعني أنا بدي أجي هون أحكي له، أعمل له سيرش إنه مثلاً جيب لي كل اللي على سبيل المثال GM General Managers أو كل اللي Programmers أوكي؟ فبيجي هنا بيعمل Search معين، بيعمل Select Statement بيجيب لي كل اللي Programmers بطلع لي يوم هون، أو بقول له جيب لي الاسمه الموظف اللي اسمه علي، بروح بيجيب لي بس علي هون، والباقي شو وين بروحوا؟ بتخبوا، وبيجيب لي بس إيش؟ بسترجع لي الإشي اللي أنا طلبته. هذا الحكي إن شاء الله بنشوفه في المحاضرة القادمة. أنا مضطرة أطلع عشان ألحق زي ما قلت لكم أروح الجامعة، الواحد ما بضمن طريق يعني يكون يعني. الله يعافيكم يا رب. إن شاء الله مسهلة دكتورة، الله يسعدك يا ربي، هو إن شاء الله مسهلة، بس واحد بتعرف بخاف بنشر معه وكذا، بدروح أسلم العلامات واليوم آخر موعد، فلازم تتسلم اليوم فعشان هيك لازم أطلع ألحق حضراتي. خلص صح؟ اليوم آخر موعد، يعني اللي ما سلم أوريدي المفروض اليوم يروح يسلم إن شاء الله. شو تمام؟ الله بالتوفيق دكتور. علامات المد. أوكي. الله يسعدك يا نصر. طيب أنا أخذت هيك حضور وغياب، فأنتوا بتقدروا تتسهلوا وين راح. طب دكتورة سؤال صغير، هلا أنت إذا رجعتي ممكن إنه أحكي معك هيك دقيقة دقيقتين ورجيكي اللي سويته؟ يس أكيد، بس خليها معلش بعد المغرب المساء عادي. أنت ما بدك أي لأنه برضو بعد ما أرجع عندي كم شغلة لازم أقضيها تمام، فببعت لك أول، أو أنت ذكرني هيك بعد صلاة المغرب يعني على 6 قول 5:30 6 بعت لي ذكرني في هذا الموضوع أوكي، وما عندي مشكلة يعني نعمل كول بتورجيني بدك إياه ماشي إن شاء الله. تمام تمام يا نصر، معلش اعذرني انا شفتك بعت مسجات بس صدقا ما صح لي اشوفهم ابدا امبارح. لك لا عادي بسيطه، بالعكس انت دائما بتردي علي بسرعه، فمعذوره دكتوره. الله يسعدك يا رب. طيب شباب
الله يرضى عنكم، نشوفكم على خير إن شاء الله.